لماذا يتثاءب الإنسان؟ لا تقتصر عملية التثاؤب على الإنسان فقط، بل تتعداه إلى الأجنة في بطون أمهاتها وإلى الحيوانات أيضا. وقد طرح العديد من العلماء نظريات تفسر سبب التثاؤب، منها أنه عند الشعور بالتعب أو الملل تكون عملية التنفس بطيئة، مما يسبب نقصا على مستوى الأكسجين في الجسم، فيزيد التثاؤب من مستوى الأكسجين ويقلل من نسبة ثاني أكسيد الكربون في الدم. وتتم عملية التثاؤب بشكل لا إرادي. ومن النظريات الأخرى أن التثاؤب يساعد على تمدد أنسجة الرئتين ويعيد توازن مادة شبيهة بالزيت سيرفاكتون في الرئتين، والتي تساعد على إبقائها في حالة لينة. ويلاحظ أن التثاؤب معدن بعض الشيء، فعندما يتثاؤب شخص ما يتثاؤب الكثير من الأشخاص ممن حوله. ما هي أسباب التثاؤب المفرط؟ يسمى التثاؤب الذي يتم أكثر من مرة في الدقيقة بالتثاؤب المفرط، ويحدث عادة بسبب الملل والنعاس الشديدين، أو قد يكون يدل على أعراض ومشاكل صحية، منها زيادة نشاط العصب المبهم. فعند زيادة نشاط هذا العصب يقل معدل ضربات القلب وينخفض ضغط الدم، ويحدث هذا النشاط في العصب المبهم نتيجة اضطرابات في النوم أو أمور خطيرة متعلقة بالقلب. من أسباب هذا التثاؤب أيضا أحد أعراض الجانبية لتناول بعض الأدوية والعقاقير المستخدمة في علاج القلق والاكتئاب. ومن أسبابه أيضا أن يكون دليل على عدد من الأمراض مثل النوبات القلبية، أورام الدماغ، الصرع، التليف الكبد، والتصلب المتعدد. إليك الآن بعض الطرق لإيقاف التثاؤب. يعد التثاؤب من الأمور اللا إرادية التي يقوم بها الإنسان، والتي قد تكون أحيانا بشكل مفرط، وهناك بعض الأساليب التي يمكن استخدامها لوقف التثاؤب، منها أولا التنفس بعمق. يعمل التنفس بعمق من خلال الأنف على زيادة تدفق الأكسجين، والذي من شأنه التخلص من التثاؤب. ثانيا يمكن إيقاف التثاؤب عن طريق التحرك، فيؤدي التعب والضجر والملل والتوتر إلى التثاؤب، ويمكن التخلص منه من خلال كسر الروتين والحركة. يمكن أيضا إيقاف التثاؤب عن طريق تهدئة النفس. يمكن تهدئة النفس من خلال المشي خارج المنزل، أو الجلوس في مكان درجة حرارته باردة، أو شرب الماء البارد، أو تناول وجبة خفيفة كالفواكه.